حل المشكل ديال ملء الاستماره في الضرائب، اللي هو الناس ملؤوا استماره الضرائب باللغه العربيه وما تمش القبول ديال استماره الضرائب. شنو هو الحل اللي هو يا باش تملؤوا الاستماره ديال الضرائب؟ كانت السيده توصلت معايا اللي هي صردت لي الصوره هذه، ها هي طلع لكم هنايا. شنو هو المشكل ديالها؟ كانت عمرت الاستماره ديال الضرائب باللغه العربيه، وحاليا الادسنس ما بقاش يقبل اللغه العربيه في ملء الاستماره ديال الضرائب. شنو خصكم تحولوا جميع الاستمارة ديال الضرائب؟ خصك تحولوا اللغة الأجنبية وبالأحرف الكبيرة ماشي الأحرف الصغيرة. غادي نخلي لكم رابط في صندوق الوصف، غادي تدخلوا ليه وغادي تعرفوا الطريقة ديال ملء الاستمارة ديال الضرائب، وغادي تعرفوا الطريقة الشرح على الطريقة سهلة ومبسطة إن شاء الله. هذا هو المشكل اللي هو بغيت نوجه لكم باش تعرفوا الطريقة اللي هي تملؤوا الاستمارة ديال الضرائب. هادشي اللي كان عندنا الخوت، ما نطولش عليكم والسلام عليكم.